اختيار هذه المنطقة يرتبط بالعنوان الكبير الذي اخترناه لهذه الجامعة: المغرب متعدد أرض العيش المشترك. اليوم حضرت معنا انطلاق النسخة الثانية من الجامعة الربيعية، واللي كان النسخة الأولى كنظموها بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان ومع جهة بني ملال وخنيفرة وبدعم من السلطات المحلية. ولكن ما لاحظتوا حضر معنا السيد رئيس السيد الوالي والسيد عامل إقليم أزيلال. طبيعة الحال هذا العام اخترنا المغرب المتعدد أرض العيش المشترك، واخترنا منطقة وقرية صغيرة هي في مجمعة في عمق الأطلس الكبير في إقليم أزيلال. هذا الاختيار ماشي اعتباطي، لا اختيار المكان ولا اختيار الشعار، بل كيجي بتزامن مع نهاية الزيارة التاريخية الاستثنائية بكل المقاييس حسب كل المتتبعين في العالم للبابا فرانسيس المغرب، بدعوة من جهة الملك حفظه الله، واللي كان خطاب جهة الملك حفظه الله بأربع لغات، يتضمن مجموعة من رسائل بليغة تاريخية غتبقى دائما حاضرة لا ضمن الأجيال الحالية ولا ضمن الأجيال المقبلة. هاد شبابنا اللي جاو 100 شاب وشابة، واللي كلهم تزادوا في الخارج وكلهم بقاو في الخارج وكلهم تكونوا في الخارج وكلهم عندهم قيم ديال الارتباط بالوطن الأم، وعندهم قيم كذلك الارتباط بمجتمعات الاستقبال، غيجيو غادي تكون مجموعة من العروض تفاعلية لما هو العيش المشترك. واللي غيأطر إحدى العروض هذه هو الأستاذ العبادي من العلماء من العيار الثقيل في المغرب، بإمكانياته التكوينية وإمكانياته اللغوية يتفاعل بمجموعة من اللغات مع هاد الشباب، وتيكون تواصل دائم، واللي كيعطيهم المسارات التاريخية ببعد روحي، واللي كيخليهم محصنين. يكون كذلك مجموعة عروض تتطرق إلى رأس مال لا مادي، باعتبار المنطقة معروفة برأس مال مادي كباقي مناطق المغرب، واللي هو جزء أساسي من هذا المشروع القوي اللي كتقود الإرادة الملكية باش المغرب يحتل المكان اللي كيستحق ضمن الدول الكبار. كذلك غيكون عندهم عروض حول الوحدة الترابية والمستجدات ديالها، واللي غتأطرها مجموعة من الأسماء لامعة أهل الاختصاص في هذا المجال، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمجموعة من منجزات اقتصادية واجتماعية والمجموعة من المواقع الطبيعية. فإذا حنا غنستمر في هذه الوتيره، كانت عندنا جامعه وحده فيها 120 مستفيد، الان وصلنا ل 520 مستفيد بفضل الشراكات اللي كنداو مع الجامعات. حنا امكانيات متواضعه لكن الاراده اقوى، لذلك حنا غنمشيو تنديو 8 الجامعات يعوض 5 الجامعات يعوض جامعه وحده باش ننتقلوا 120 انتقلنا 520، اما نوصلوا الى 1000 مستفيد. حنا بصدد التحضير كذلك الى جامعه كبيره اللي غنجمعوا فيها 3000 مشترك اللي استافدوا، او 3000 مستفيد استافدوا من الجامعات السابقه، واللي بالفعل نحاول نجمعوا في بن قريب، حنا كنشتغلوا عليها باش يكون واحد الفضاء للتواصل للتعارف، ولما لا واحد القوه اساسيه مواكبه كراس مال لهذا المشروع الحداثي الكبير الديمقراطي الاستثنائي اللي كتقود الاراده الملكيه في انسجام تام مع كل طموحات الشعب المغربي ومع رفع كل التحديات اللي مطروحه على المستوى المستقبل. وصلنا البارح هنايا للمغرب وباش نشاركوا في لا سبرينغ يونيفرسيتي، واليوم درنا اول كونفرنس منها، تعرفنا على لو مينيستر، تعرفنا على اساتذه، تعرفنا على بزاف الناس، و كنشوف هاد الفرصه، يعني لا فرصه ديال لا سبرينغ يونيفرسيتي فرصه مزيانه باش نتعرفوا اكثر على بلادنا، نتعرفوا على ثقافتنا، نتعرفوا على مغاربه من جميع انحاء العالم. جايه من اسبانيا، من برشلونه، جايه كنقرا في اونيفرسيتي دي برشلونه، و الحاجة اللي عجبتني في هذه المشاركة هي تعلمت بزاف الحوايج، لقيت راحتي بزاف، تعرفت على بزاف الناس وعرفت شي حوايج على المغرب اللي ما عمري ما عرفتهم، ويعني كنشكر الله لهذه الفرصة كبيرة، حسيت راسي عندي قيمة كبيرة باش نكون هنايا، بحال لي الأبواب كيتحلوا ليك، وشكرا على كل شيء، هذا الشيء كل شيء. وجينا هنايا هاد بروجيكتو يعمل الري مع بعضيتنا، وتعرفنا على بعضيتنا العوامل الدول الاخرين، وجاتنا مزيانه وفرحنا بزاف وتعرفنا على بعضيتنا وعجبنا هاد اكسبيريانسيا.